هيك لكان يا نوري. عم تفتح مدرسة لياسين اللي دارنا عنده واللي ابن خالته عبود قتل أبي اللي هو عمك. على راسي يا نوري، على راسي أنا بفرجيك. لك تسلم يا معادي والله يخلي لنا اياكي. اهلين وسهلين فيك. ايوه وانا طولان. يلا يلا صباح الخير. طيب يا مو كل رفقاتي راحوا على المدرسة. روح نام، روح نام. العمى ضربك ضرب على المدرسة. قال العمى شو حيوان؟ ليش اخي شو في؟ قال شو في؟ قال لك شو مقعدك مع النسوان انت؟ قال اللي عم سلم على عمتي. عم تسلم على عمتك؟ لك لايمتى بدي طلع المكنه لك فارس؟ اللي لك رح تتجوز يعني صرت رجال؟ ليش اخي انا شو سويت؟ لك بنت عمتك مو صبيه؟ ايه بصير انها تبين عليك؟ اللي شلون بقى بتقعد تصنبع قدام النسوان والبنت قاعده؟ بس يعني اخي عزيزه بنت عمتي، يعني شو فيها؟ لك قال شو فيها؟ قال لك عيب عيب، قلت لك صرت رجال انت، انت بالحاله عم تأسرها وتخليها بغرفتها. بس يا اخي يعني انا ربيان انا وعزيزه سوا، يعني صبره بصبر فاطمه. لك لا تجنني لك فارس، ما بيصير يعني ما بيصير، فهمت؟ امرك. يلا كروش على الفرن. ماشي يلا بخاطر. لا وما عجبه كمان، امتى بده يكبر؟ صباح الخير سعيد. اهلا اهلا ياسين، شلونك؟ الحمد لله نشكر الله. لوين؟ على المدرسه. هلا الشيخ ابو طه عم يجي كل يوم يعطي دروس قران. الحمد لله، الشيخ ابو طه كل يوم عم يجي يعطي الاولاد ايه من القران الكريم. ايه الحمد لله، معناتها الامور ماشيه. لا 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 ماشيه تمام. هدول المصاري لازم يصلوا لافهمي الزيات باسرع وقت. ولازم اعرف مين ازاها الازوي ولزقها بظهري. شريف. سلام يا معلم. اهلين، اعطيني خبز. شريف. سلام حبيب. اهلين. يا عيب الشوم عليك يا محمد، يا عيب الشوم عليك. ما كان العشم فيك هيك؟ ليه ليش شو في؟ شو في؟ عم تمد ايدك على الغله اللي عم تطعميك وتطعمي ولادك؟ عم تطعمي ولادك بالحرام يا حرامي؟ عن شو عم تحكي انت؟ عن شو عم احكي؟ مد ايدك على جيبتك يا حرامي، مد ايدك على جيبتك طلع لي سرقته. فارس بوس ايدك لا تفضحني. اطلع لي برا الفرن، ما عم شوف وشك هون. يلا وكل الله فارس. الله ياخذك، اطلع لي برا الفرن ولا فارس. أنا غلطت منك السماح، مشان الله لا تقطع برزقي وبرزق أولادي. الله يخليك لشبابك. هذا باب رزق ولازم يضل طاهر، وإذا خليناك عندها الله ما عاد يبارك لنا برزقك. طلع برا الفرن ولا طلع.
يا حوينت الخبز والملح يا حيل. يلا عمي ابو عبد الله يخليه خلينا نشتغل. تؤمر الله. وشفتي دعكات جوا. قلت لاخي نوري بس ما صدقني. انا كنت شاكك من الاول. الله يلعن الشيطان. شو بدك تعمل هلا يا محمد؟ من وين بدك تطعمي ولادك؟ روح لعند الزعيم وقل له. شو بدي قل له؟ قل له اني حرامي؟ الله لا يعطيك العافيه يا محمد، شو عملت بحالك؟ اطيب من اللوز يا ترمز. يا زعيم. ميت هلا. اطيب من اللوز يا ترمز. اهلين بالزعيم ابو بطرس، نورت الحاره والله. الله محييكم. اهلين اهلين ابو بطرس. يا ميت مرحبا. شو وين رايح لسكرتي؟ اكيد لعند الزعيم ابو فاضل. خير، شو القصه؟ شو بيعرفني؟ بس اكيد في طلعه للرجال. بس مو باينه شكلها. ايوه سيدي، الله ياخذ بايدهم. أي؟ امين يا رب العالمين. امين. السلام عليكم. يا هلا يا هلا بالعم، يا هلا بزقرتي. شو اسمك يا بطاي؟ محسوبك يعقوب الحسن من دير عطي. فاضل جوا؟ ايه جوا، تفضل. يا الله، اهلا وسهلا. شو هالزلمه هاد؟ اهلين. السلام عليكم. اهلين اهلين بل مهلي. اهلين بزقرتي يا ميت، اهلا وسهلا، شرف. يا العين، منورة الحارة كلها والله. منورة باهلها يا ابو فاضل. تسلم. ايه سيدي، انا جاي لعندك لحتى خبرك انه بكره بعد العشاء بدنا نطلع نلطي لدورية فرنساوي على طريق الكسوة ونقشطهم سلاحهم. بأمرك زعيم. هلأ أنا كان فيي بعت لك واحد من جماعتي لحتى يخبرك، وكنت بدك تسأل حالك ليش أنا بذات نفسي جيت لعندك. أول باشتا لأني مشتاق لك وبدي سلم عليك. وتاني باشتا بدي اسألك، السلاح اللي بعثت لي مع رجالك المرة الثانية منين وصلك؟ والله يا زعيم إذا بقول لك ما راح تصدق. احكي. نفس هذيك المرة بالتمام. الحمام، والله القصة بتطلع على الكف. والله شلشتني هالقصة يا زقرتي. ايوه، معناها عبود هو اللي عم يرمي السلاح لنوري. لك الله محيي البطن يلي حملك يا عبود، قديشك بطاي. يلا سيدي ابو فاضل، السلام عليكم. وين؟ لا يا سكرتي لسه ما ضيفناك. شو جاي اشرب انا؟ بس يعني لا. انا اذا بدي اجي اشرب بجي بعرس فارس ان شاء الله. الله يخليك. يلا السلام عليكم. الله معك الله معك. ايه سعيد، ما سالتك، انت ما بدك تعزمني على عرس ولا فارس يوم الخميس الجاي؟ هلا انت بدك عزيمه سكرتي. انا اللي بدي اسالك، شو عرفك انه عرسه يوم الخميس؟ لا يا ابو فاضل، انا ابو بطرس. هاي دخيل الله، انا هاي فاتتني. ان شاء الله بتشوف ولاد ولاده. الله يخليك يا ابو بطرس. لا تنسى بكره بعد صلاه العشاء. بامرك. يلا السلام عليكم. الله معك. الله الله يخليك. مرت عمي بلا ما اروح انا معكم يوم. شلون بدون ما تروحي؟ لا يا ستي لازم تروحي، انت مرت اخو للعريس ولازم تعزمي النسوان معنا، مو هيك معادي؟ لكان يوم يا مرت عمي، انا خايفه كرمال الصغير، مين بده يقعد حده؟ لا يا ليلى، شو بده يصير على الصغير؟ هي عزيزي قالت انها رح تضل عنده. انت اسكتي ام قوي، اساسا كل هالقصة من تحت راسي. ليش يا مو؟ انا شو دخلني؟ يو لك شو فيها اذا بتضلي عند فاضي؟ يا مو بتعرفي قد ايه بحبه لفاضل، ايه والله بحطه بعيوني من جوا، بس انا كمان اخته للعريس، مو معقول ما اروح اعزم له النسوان. ولك يبعث لك قتلك على هلسان بسبع شطلات، ما بتلمسني من قرني. ولك شكيت كل عينكم شو بتلتوا. يلا تعوقنا. يلا 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 يلا. ديري بالك يا عزيزه، ديري بالك على فاضل. على عيني وراسي، الله معكم. ميسره.